كابتن سلاوي بشكر حضرتك. خلينا نروح لارض الملعب مره اخرى وزميلتنا منى المنيسي ولقاء مع عمر عزب. اتفضل يا منى. كابتن هيثم برحب بيك مره ثانيه وبرحب بنجومك طبعا نجوم الاستوديو التحليلي وكل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي. الف مبروك طبعا الفوز في الجوله الثالثه من بيست اوف 5. فوز طبعا مهم وصعب ودلوقتي في اللحظات الحاليه معايا طبعا لاحد نجوم مباراه اليوم كابتن عمر عزب. برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي ومبروك طبعا. سلام كابتن هيثم. طبعا النهارده كان ماتش صعب جدا الحمد لله، يعني احنا مش في احسن حالاتنا لسه ما وصلناش التوب فورم، بس الحمد لله بنبذل مجهود دفاعي كبير جدا وده اللي بيخلي الحمد لله في مكسب في الاخر الحمد لله. يعني الماتش يمكن استثنائي او بشكل غريب مشي في الاول، انتوا كنتوا بعيد شويه الدنيا، بعد كده بقيتوا ايكوال جيم، بعد كده قدرتوا ان انتوا تفتحوا السكور وتاخدوا الليد وبعد كده رجعتوا تاني. انت شايف الماتش مشي ازاي؟ لا هو ماتش صعب جدا، فريق الاتحاد فريق كبير جدا وكابتن مرعي طبعا كابتن مدرب كبير جدا. الماتش صعب، ماتشات فاينل كلها كده، مفيش ماتش فاينل سهل، بس احنا بنبذل مجهود دفاعي كبير جدا وباين الحمد لله المجهود اللي احنا بنعمله حتى لو احنا مش متوفقين شويه في عدم توافق، بس الحمد لله ربنا يعني بيبارك لنا عشان بنبذل مجهود وفي الاخر الحمد لله بنكسب. عدم التوفيق اللي حصل في الاخر والتراجع اللي حصل انه في حاجات كتير ضاعت، ده كان بسبب ايه؟ انتوا ضغطتوا حسيتوا ان انتوا خلاص الماتش بتاعكم ولا كان ايه السبب؟ لا هو ده طبيعي طبعا، نتيجه تعب الدفاع، احنا بنبذل مجهود دفاعي كبير جدا وهنبذل مجهود اكبر ان شاء الله وفاضل خطوه واحده وان شاء الله نبقى قدها ان شاء الله. فكره ان الماتشات قريبه قوي من بعد 24 ساعه بس راحه، بتعملوا ايه في النص ان انتوا تبقوا استعدتوا جسمكم ولياقتكم البدنيه بشكل قوي ان انتوا تقدروا تكملوا خصوصا الماتشات كلها مهمه وقويه؟ طبعا احنا معانا جهاز طبي وعلى اعلى مستوى، يعني بيخلينا ننزل ثلج طبعا نعمل ريكفري، بننزل ان احنا نعمل ستريتشات كل يوم، لازم جسمنا يرتاح على قد ما هو يقدر عشان نلحق ان احنا نريح في يوم واحد والماتش يعني اللي بعديه على طول نبقى جاهزين الحمد لله. بشكرك جدا ومبروك. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع احد نجوم مباراه اليوم. العوده اليك مره ثانيه في الاستوديو. اتفضل. منى بشكرك شكرا جزيلا وبرافو عليك يا عمر، الاداء صح، مش لازم نكون في التوب فورم ولكن الدفاع هو كلمه السر. احييك على هذه الكلمه.